هلا شو هذا الشباب سنايبر جديد يا الروعة. او ماي جاد حبيبي الكرام واخي هون مثل ما انتم شايفين يا اخي تعرفوني شباب انا محبين السنايبر تمام وعندنا هون لازم يعني سنايبر جديد يعني شباب ما معقول يعني لازم نجيبه معلم حبيبي والله فهالماكينه شايف في كمان سنايبر ثاني اوكي اوه في ريت اوف فاير ريلود سبيد كمان سنايبر اوه هالماكينه معلم ماكينه السنايبرات حجي وفي عندنا اكل كمان حلو اوكي يا صديقي ليزي سجلت طلع النبي الله يسعدكم حبايبي لو نشوف حظنا بهذا السنايبر طبعا بالنسبه للسمات تبعته في ريلود سبيد اوكي في اختراق دروع معلم طبعا اختراق الدروع زائد اختراق ثلج يعني هذا مخترق الوضع كله معلم والموفمنت سبيد يعني التحرك متحرك ما بهمنا اوكي يا ساتير سو حبايبي الكرام خلينا نقول بسم الله نقول يا الله ليتس جو لف الاول لف معلم خلينا نشوف هذا السنايبر شو وضعه شو ما وضعه شو وضعه شو ما وضعه ليتس جو سنايبر ثلجي اوكي هات نشوف حظنا اوه نقطه خلاص حصلنا بسبعة ايام معلم بس ما بيهمنا معلم لازم احنا نجيب ابو ال يعني نجيب دايم معلم الله راح لازم يطلع دايم دايم شباب انا عندي اللاكي 114 اوكي حلو هاتي يلا اطلع هاتي يا زلمه هاتي يا زلمه يلا اطلع لي يا زلمه بدنا نجرب يا زلمه يا زلمه شو هي هيك فامبير معلم اسمه هذا اسمه فامبير معلم حبيبي والله اوكي تعال هون تعال هون معلم خلص 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 تعال هون تعال تعال يا جميل تعال هون يا ساتير اوكي شباب نفس الوقت شباب كان نازل حدث الصراحه يعني ما شفته انا اوكي يعني لازم افرجيكم يعني نفس الوقت كيف هو حدث الشباب وين هذا الحدث هذا هو الحدث الشباب كمان يعني ميوزك طوف في معلم اوكي نعمل اختار مكافئ مضمونه نحن نحط الام بي 5 طبعا هون في ام بي 5 جديد كمان في سكين كمان جديد راح نحاول نجيبه ان شاء الله اوكي مصاص معلم اليوم التم الموضوع كله مصاص دماء مصاص دماء شباب ليتس جو لنشوف ناخذ اول لفه شباب شوف حظنا عجله الدم الله عليك هات لنشوف قولي لف نعمل هون كمان نشوف قولي بيضة يا اخي بدنا السكين معلم نجرب هذا السكين معلم ما معقول ينزل سكين بلعبة فيفا ما شاب ما نجربه لازم نجربه يا اخي شو هي لازم نشوف ليتس جو روح بيض هذا بعده بيض حظي بيض معلم يعني شباب طلع لي قبل يعني خلاص شباب انا هالفترة معلم حظي باللوز معلم حظي باللوز يا ساتير اوكي هيك جبنا شباب السكن طبعا كنت من شوي على اللايف شباب وعم لعب كمان تحدي تلعب شخصيه بنت بس ولكن معلم تكون مش شخصيه بنت معلم لانه هون عندنا هون سكن جديد وعندنا سلاح جديد وعندنا اشياء جديده راح نجربه مع بعضنا يا ساتير اوكي اليوم معلم فول حماس الامور نجي لهون نجي لهون اي طمن نحس بهي معلم نجربه الله دماء ومصاص دماء ودراكولا وما دراكولا تعال هون دراكولا خلينا نشوف جرب دراكولا يا ساتير ونروح نشوف اللي جيب السلاح نفس الوقت حبايبي نجي على السنايبر طبعا هون شاف في اثنين سنايبر عندنا هون السنايبر القديم نازل كان فيه سرعه طاقه سريعه وفيه طلق كثير بس ولكن رح نجرب هذا الشباب ديم ديم معلم ديم شوف الافكت معلم حبيبي والله طب هذا اول سنايبر ثلج يعني بنقدر نشيله بنفس الوقت في اللوبي اوكي اختراق دروع اثنين شباب اختراق دروع اثنين تعرف ما اختراق دروع معلم اختراق يعني اثنين يعني حبيبي والله ادخل خلينا ندخل نجربه يا اساطير نشوف الوضع هذا السنايبر هل يا ترى السنايبر راح يدمر الثلوج والدروع ولا ايش كيف يعني اختراق دروع وثلج بلوز اوكي هات لنشوف معلم هات لنشوف يا ساتير قول لي طبعا شباب بالنسبه للدمج طبعا معروف سنايبر اوكي دمج طبعا هذا راح ناخذ سنايبر هون ثاني اوكي سنايبر هون معلم وين سنايبر سنايبر طول بالك هذا هو السنايبر طبعا بالنسبه للدرع معلم هون بدمج يعني ما بدنا نطلع هون بدنا ندخل على نشوف الوضع معلم راح نحاول ندمج اللاعبين ونجرب السلاح شباب من على القرب اوكي هات لنشوف الجميل ايوه الجميل قوي هذا نجرب هذا معلم ندمجه هون اوكي 130 ضربته تمام ركز معي 130 طول بالك ايش من حاسبه طول بالك معلم ارمور ايش من حاسبه معلم طول بالك معلم ليش من حاسبه طول بالك فيه الريلود كان ولا ارمور طول بالك قولي طول بالك معلم سنايبر يا اخي الموضوع هون قولي 134 بس ولكن معلم 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 قولي شو حظه تعال اقتلني يا زلمه تعال اقتلني اضرب الترجم نروح نضرب قولي يلا دمج اضرب 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 لا اضرب يا زلمه اضربني شوف دراعك كم صار يلا شوف دراعك كم صار يا زلمه ايوه هات لي شوف يلا يا اخي بتبي هذا ولا شو يا اخي شوف هذا خلصني يا زلمه شوف حبيبي شوف دراعك يا اخي كم صار ويلي ما مشي الحال ليش هيك ما عم ينحسب معقول في شيء مطبق اوكي طول بالك هلا شوف هون قولي يا جميل طبعا شباب في كمان في ام بي 5 كمان ما جربناه لازم نجربه كمان طول بالك ليكون من بعد ما شباب قولي 123
بيت تبع شو بيضرب؟ اوكي اضرب شو تعال هون هاك بيج وول. ترى في شيء معلم ما فهمت انه معلم. ليش هيك ما عم بحسب الثلاث دروع؟ غريب يعني شباب مو شيء ما اعرف ليش هيك. معقول في شيء طول بالك نجي لهون معقول مرات طول بالك. اوكي هذا شوف هذا 23 23 اشوف وش في صراحه خلل ما في الموضوع يمكن. اوكي اوكي شباب ليش شباب جبنا صديقنا عصفور شباب رح نشوف مع بعض شباب هل يا ترى رح نجرب معه رح خليه يضربني هو طبعا ناخذ مسافه بالساحه. اوكي يلا عصفور ضربني على جسمنا نشوف حبيبي. اوكي ما بتلحزق معلم هذا القرب شوي اكثر طول بالك اضرب على جسمنا شوف حبيبي ولا معلم دول الشباب طول بالك رح نحاول ندمج عصفور نحن بس الظاهر شباب الظاهر يمكن في لاج مثلا بالوضع هذا. اوكي هذا معلم هذا عم بيكمبر لا طلع له عصفور وينك انت عصفور هذا انت اضربني على عصفور شوف اوه الحسبه شايفين معي حبيبي والله تقريبا طلقه واحده الشباب راح كل يعني الدرع معلم راح ضربه واحده الزلمه شباب شايفين معي كيف كوني عصفور طبعا راح موتني طبعا خليني اشوف اضرب اضرب اضربني طب يا زلمه هذا هو يا زلمه شغلته مش شغل اللعيبه معلم يشوفوا كريمنال معلم وحبيبي والله وحبيبي والله. اوكي خلينا نجرب مره ثانيه يا شباب طبعا شباب منو يمكن السكن نازل جديد بس صراحه شباب طلقه واحده يعني راح الدرع نص الدرع ليفل 2 راح معلم ما بقى له شيء ابدا شوف هذا معلم ابلع انت طبعا شباب قول لي ابلع ثواني شوي نشوف شباب طبعا شباب على هذا المود اذا تضرب اللاعب ويلي اذا تضرب اللاعب ضربتين يعني تم تقريبا نص درعه وهيك يعني طلقتين بيموت معلم كانه بلوس. اوكي حبايبنا بكفي الان شاب رح نشوف اشياء ثانيه. اوكي شباب طبعا نفس الوقت شاب الشيء الحلو بهذا السنايبر اللي هو فيه سرعه اعاده التحميل يعني رح يفيد كثير كمان يعني سرعه اعاده التحميل ويخترق الدروع طبعا رح اكيد بيبقى بالرانكد رح يكون يعني المفعول تبعه افضل لانه ممكن بتريد مرات بيكون فيه لاج بس ولكن مثل ما انتم شايفين شفتوا انه لو بضرب واحد روح لي نص درعي. اوكي سو حبايبنا الكرام الله يسعدكم يا رب ان شاء الله يعني استفدتوا بهذا المقطع يا اساطير. اعطوا رايكم بهذا السكين شباب ماشي يعني السكين كمان ماشي مو شيء اتس بلوز كله فامبير مع فامبير يعني حبيبي والله. طبعا شباب انا قاعد عم صور مقطع في شيء نسيته معلم اللي هو هذا الام بي 5 معلم نسيت اخذه معلم حبيبي والله. اوكي بدنا نعمل شوف هيك بشكل سريع شباب نعمل هيك مراجعه سريعه. اوكي الام بي 5 حبايبنا طولوا بالكم وينه هذا الام بي 5 وينه هذا هو. طبعا شباب انا بستعمل ريت اوف فاير يعني حبيبي والله هذا النازل فيه دمج ودقه. طبعا شباب يعني اللي عندكم ام بي 5 فيه يكون سرعه اكيد الافضل شباب مع القطع. اوكي يا حلوين سو ليديز اند جنتلمان عايزين الكرام هيك بكون انتهى مقطع اليوم ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبنا فلا تنسونا يا ساتير بزر اللايك والشير والبرتيش ونتمنى لكم سهره سعيده ونشوفكم على خير سلام عليكم.